One, two, three. Thank you.
الضجة يا أبا القاسم. العربان يا أمير المؤمنين. أي العربان؟ بنو هلال وبنو زبد اقتسموا وقاتلوا على مزارع الشعير وجاءوا يحتكمون إليه. أما علمت أننا اليوم نحتفل بموكب عاشوراء المبارك وأن الساعة قد أذفت لخروجي إلى المهرجان؟ يا سأتخطاه راجيا أن أسمع أمير المؤمنين ورفع من شكواه إنه رسائل في بحر القصر ينتظرون الإذن للدخول. يا بارك الله، أفي مثل هذا اليوم المبارك أجلس للفصل في خصومة على شعير وبرسيم؟ اطردهم ولا تدخلهم علي ولا تصدق خصومتك. فما جعل القاهرة في مثل هذا اليوم إلا ليعبثوا بالمهرجان ويقتطفوا الدنانير التي أنسلها كما هو شأنهم في كل عام. قد يفعل هذا أرواح والعياش منه، ولكن في هذه المرة جاء سلطانهم حسن بن سبحان وفارسهم أبو زيد الهلالي سلام وفي مقدمتهم يونس والجازي بن سبحان. أقلم بهم النصوص صراخين أبيه اضربهم. لا
يا يونس. ايه؟ خلي السيف يقول. خلي السيف يقول. خلي السيف يقول. خلي السيف يقول، خلي السيف يقول، لما العيب ينص الأرض ويحل ويصفر، خلي الدم يمر الأرض ويجري عرض، خلي السيف يقول، خلي السيف يقول، خلي السيف يقول، خلي السيف يقول، خلي السيف يشيل من يوم العيد معشي هادو السيد العم وهادو دوايا وهادو ملم نكتب كلمة الدم ونخلي العار يصوم خلي السيف يكون خلي السيف يكون خلي السيف يكون خلي السيف يكون ولاد العم كانوا دور احنا رقصوا نسيهم ولاد العم كانوا شهاد احنا رقصوا كلا خلي السيف يكون خلي السيف يكون خلي السيف يكون خلي السيف يكون
عبد الله امير المؤمنين المؤسس لباديس الصهاريين صاحب تونس افريقيا والقيران المستنصر بالله الفقي ما شاء الله ابن باديس امير للمؤمنين اما بعد انك ستطالبني بخراج المغرب عن 3 أعوام نعم الله ولا يسعني وانا اجهز سبلا لمحاربه الهموم في صقليه والبندقيه ان ارسل اليك اموال المغاربه لتبعثرها على موائدك ومواكبك ولقد خلقنا اباعتك من اعناقنا ونذينا بها المنار الخليفه العباسي القائم بامر الله في بغداد ولنا في ذلك اسوه لجميع المسلمين والسلام هذه ادهى وعمر فهم الصنهاجيون اصبحوا ملوكا يولون ويعزلون يا ابا القاسم احصي ما عندنا من الخيل والجن لماذا اعزك الله اريد ان ارسل لهؤلاء البرابره جيوشا تنزلهم عن عرش افريقيا وتعدهم كما كانوا يسكنون الاحراش والاذلال يا امير المؤمنين المغرب بعيد واخراجه ضئيل ولا استحق ان تجهز له الجيوش رب الحزام الرقيب رب الحزام الرقيب لقد امتلأت البطون مولاي انظر قل اكتب مرسوم لهؤلاء الاغوان اولاد المغرب وارسلهم للتباديس صاروا عمدان ويصاروا ويستريح من شرين احسنت المشورة لهذا وجبت لك الوزارة يا ابا القاسم اكتب المرسوم ساكتبه ولكن تفضل الى موكبه فقد اسف الوقت اكتب الان للتباديس إلى البربري الصنهاجي المعز بن باديس أما بعد فلقد أرسلنا لك خيولا وحملنا عليها رجالا فحولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا والآن اكتب المرسوم للعربان مولاي يا حاجب أمر مولاي أرسل هذا الخطاب مع الحمام إلى بلاد المغرب ثم هات العربان من قاح الطعام يقول لك يا ابو زيد احنا نلحق في الصباح الباكر قبل
طرابلس على تونس. انتم تقعدوا في طرابلس، ضيوف عند ابن عم الامير ماضي، وانا ناخذ ولادتي يونس ومرعي ويحيى لزياره لبلاد الغرب في هيئه شعراء ومداحين، علشان نشوف المدار بكتار ولا كلاب. اروح معاكم على تونس. لا يا كلاب، انت تقعد معاهم في طرابلس تحرس المال والعيال، العرب لا يستغنوش حد. جزاك الله كل خير يا ابو زيد، جعلتني عبد احرس المال والعيال. انا كلاب ثياب ابن غانم كاهر الرجال ومذل الابطال. يا ثياب، من يوم العرب عرب هم يقولوا ثياب السيف. ابو زيد المشهوره والساعه ساعه مشهوره. بلا مشهوره بلا عشيره بلا خطيره. قولوا لي ايش هتقولوا من الغنيمه؟ ابصرتش تونس ولا طفاقس ولا ايش؟ يا ثياب يا هبال، يا وش الغرام، ليش تقدم الشرع قبل الكرم والفرد؟ يا ثياب، الشرع الشريف بيقول الرزق اللي في الغير ما هواش في الجيب. أنا أقول لك يا ثياب، أنا مسيشك يقعد لك أنت وبني زوجك. ها؟ اتفقتوا؟ متفقين. متفقين. يلا بينا. تماشي مع خالد إذا صارته مكروهة هذا رأي ولا حبة فيه تستاهل إلى الغرب تقطع منه. يا جاسة يا أم الرجال، إن شاء الله لا ينفعني حب ولا مال. يا تونس. لما الزناتي في ماهي عمود تعلك شوابك يا زناتي خليفة جالك سلامة بالأمير دياب ببعرك هايبهم وسود الغاب والله مسودة والنيابة حرام. يا أبا سعدة افتح الأبواب ويا زناتي مما مكون جاب الخليفة شمع المسكون. يا زناتي مما لا مكتوب ويا زناتي مما لا مكتوب ويا زناتي مما لا مكتوب ويا زناتي مما لا مكتوب.